السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في عالم سارة امين. ولو اول مرة تشوفوني وتتابعوني متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل طبق ما بيختلفش عليه اتنين، هنعمل كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. عندي هنا بطاطس الكمية اللي تناسبك، وعندي هنا اربع بصلات. انا هعمل كيلو من اللحمة، ودول اربع فصوص ثوم او خمس فصوص ثوم زي ما تحبي. وعندي تلاتة فلفل، شوفوا بقى عايزينه حامي بارد زي ما تحبوا. هنبدأ بقى بتجهيز الحاجة، هنقطع بقى الخضار كله. انتوا بتقطعوا الكمية اللي انتوا حابينها من الخضار، وبتقطعوها بالشكل اللي انتوا عاوزينه وبالحجم اللي انتوا عاوزينه. انا هزود في كباب الحلة بطاطس وفلفل اخضر، وممكن في ناس بتحط فلفل الوان، وفي ناس ما بتحطش خالص غير بصل وتوم. شوفوا انتوا الطريقة اللي انتوا حابينها، بس بجد الطريقة دي كانت وهمية بجد، وكان طعمها ملوش حل. جربوها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. عايزه اقول لكم ما تنسوش تحطوا البطاطس في ميه عشان بس ما تسودش منكم. ونبدا بقى بتجهيز البصل. بصوا، هو المفروض يعني ان انتوا بتعملوا على كيلو اللحمه كيلو بصل، بس انا بصراحه ما بحبش ازود بصل كتير جدا بالطريقه دي. فشوفوا انتوا برضو حابين ايه، عايزين تحطوا كيلو بصل عادي، عايزين على نص كيلو لحمه نص كيلو بصل، براحتكم جدا، يعني اللي انتوا حابينه. بس انا مش بحب ازود بصراحة بصل كتير قوي في الاكل، يعني مش بيعجبني قد كده. انا بعتذر لحضراتكم جدا على تأخيري في تنزيل الفيديوهات. انا بقالي كام يوم كده مش بنزل، في ناس سألوا عليا على الانستا وجد شكرا جدا ليهم. بس يعني انتوا عارفين بقى العيد بقى، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله مش اتأخر عليكم تاني. وبس انا مجهزة لكم كام فيديو كده ملهمش حل. التوم انا بقطعه بالشكل ده، انا مش عاوزة ان انا ادقه، انا عاوزاه يكون يعني سليم شوية، يعني اللي هو كده شوية، ايوه كده. بس هو يعني عايزه اقول لكم ان الناس اللي مش بتحب الثوم في الاكل، بجد الثوم اصلا هيدوب خالص مع تسويه اللحمه، بس الطعم بتاعه هيفرق جدا جدا جدا. لازم تحطوا ثوم يا جماعه، بصوا لازم يتحط الثوم. تمام، انا بقطع اللحمه بالشكل ده، انا مش عايزاها حجمها كبير، انا عاوزاها يعني تكون كده كويسه، اللي هي الحجم الصغير ده، وبرده زي ما انتم حابين. وعلى فكرة هاتوا لحمة تكون اللي هي النوع اللي هو بيستوي بسرعة، ان هي متاخدش وقت خالص في التسوية علشان البطاطس كده. تمام قوي، يلا بينا بقى في حلة على النار. وهو كباب حلة، فنحن لازم نستعمل حلة معروفة، يعني هنحط حوالي معلقتين من الزبدة، عليهم معلقة من زيت الذرة. اول ما الزبده تسيح ويسخن كويس هننزل بالبصل. ضروري يا جماعه تعملوا البصل ابيض، بلاش البصل الاحمر، لان البصل الابيض بيدي يعني طعم مسكر كده شويه في الاكل. فانا عايزه ان انا اكرمله شويه كده، ان هو ينزل بقى السكر بتاعه ده. هنبدا بقى نشوحه كويس جدا، انا عاوزاه يدبل خالص. كده تمام، اول ما يدبل ويبقى شفاف كده هنبدا نطلعه من الزبده. احنا نستعمل حله تاني. خلاص كده هنحط بقى حوالي معلقه زبده كمان، بس بسيطه كده، ما تزوديش يعني، او نص معلقه مش اكتر. وبعدين هندي بقى اللحمه دي صدمه، انا عاوزه احمرها. انزلي بقى باللحمة بتاعتك كلها وابدأي قلبي فيها. بصوا هي بدأت تتحمر اهي،
ابدأي شوحيها كويس جدا، وفي الوقت ده لازم تحطي فلفل اسود. الفلفل بقى معاها بيطلع ريحة بجد ملهاش حل، فلفل اسود بس، ما تحطيش اي حاجة تانية في الخطوة دي. وابدأي بقى قلبي فيها، هتبدأ بقى اللحمة تنزل ميتها وتشربها، ونبدأ بقى نحمرها. بصوا هي خلاص كده كانت شربت المية بتاعتها، نبدأ بقى نحمر فيها شوية شوية كده. بصوا اكنكم بتعملوا لحمة محمرة، لغاية دلوقتي اكنكم بتعملوا لحمة محمرة تمام. وبعدين هنجيب الثوم، هننزل بنص الكمية ونسيب نص الكمية التانية هنحطها في الاخر. وابدأي قلبي لغاية ما ريحة الثوم دي تطلع، وبصوا تملالكوا الشقة كلها. ما تقلقيش خالص من الحلة لما اتحرقت كده، على فكرة الحرق ده هيدي للصوص لون حلو جدا. افضلي قلبي برضو، وعلى فكرة ما تقلقوش برضو ان اللحمة مش هتنشف، لان الزبدة اصلا هتخليها طرية جدا، ما تخافوش. وبعدين اول ما تتحمر وتاخد لون كويس جدا، هتحطي بقى البصل تاني وتبدأي تقلبي فيه كويس قوي مع اللحمة. وبعدين هنحط بقى ايه الغطا بتاع الحلة ونسيبها بقى. بصوا دي بعد مرور نص ساعة نزلت برضو مية تاني مع البصل، نزل المية بتاعته. هتبدأي تقلبي كويس جدا، وبعدين هنحط بقى نص الثوم التاني، نص الكمية التانية، وتقلبي كويس جدا. وبعدين انا حطيت هنا ورقتين من اللورا او اللوري، وحطيت حوالي ربع معلقه من الحبهان البودر. لو انت عايزه تحطي في صوص حبهان براحتك، بس انا ما بفضلوش بصراحه، انا بحط البودر بتاعه. وبعدين هنحط حوالي معلقه من بهار اللحمه، وهنرش برضو رشه فلفل في الاخر، وهنحط الملح بتاعنا وتمام قوي. وقلبي بقى كويس جدا جدا شويه، يعني قلبيها بس شويه كده مع بعض. حاولي ما تضيفيش اي بهار تاني علشان بس طعم الاكل ما يبقاش متغير. وبعدين هننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا ونبدأ نقلبها كويس جدا. على فكرة انا حطيت البطاطس هنا لان اللحمة كانت بدأت تدخل في السوا. لو انتي اللحمة بتاعتك بتاخد وقت في التسوية، خليكي ما تحطيش البطاطس خالص لغاية ما تلاقي ان اللحمة بدأت تدخل في التسوية، حطي البطاطس. لان لو حطيتيها قبل ما اللحمة تستوي، البطاطس هتتهرى ومش هتلاقيها اصلا في الحلة. تمام كده. هنا خلاص كانت اللحمة خلاص بدأت تستوي جدا، والبطاطس برضو كانت دخلت في السوا. انا هزود بس حوالي نص كوباية مية، يعني انا زودت بصراحة نصين، يعني نص دلوقتي وبعدين انا زودته نص تاني، بس لان انا كنت عايزة فيها الصوص شوية كتير، يعني ما كنتش عاوزاه قليل، فانا زودت هنا. وبعدين ما وريتكوش تاني لما انا زودت بصراحة، يعني بس انا زودت كمان نص كوباية. وبعدين اخر خطوة بقى هنحط الفلفل ونسيبه يغلي حوالي 10 دقايق، مش اكتر من كده، وهتطفي عليه النار. كده بجد هتدوقي احلى كباب حلة هتاكليه، وفعلا هيعجبكم جدا جدا. ياريت تجربوه وتقولولي رأيكم. يا جماله يا جماله يا حركاته وتكاته، بجد احلى طبق فعلا هتدوقوه. جربوه وعلى ضمانتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب أكون قدرت أفيدكم. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت بليز 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 تعملوا شير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.